طب يلا نشوف معاكم شويه صور حلوه كده نرجعكم كده بالذكريات ونرجع مع الناس ذكريات زمان. يلا. ايه كابتن محي. مين يا كابتن محي؟ اهو ده في ملعب شباب في الاتحاد في ملعب محروس الله يرحمه. بيقولوا فرقه شبرا تقيله عليك. مفيش حد تقيل عليك. هقول لك على حاجه. مفيش فرقه في مصر تكسب القلعه. القلعه هي نمره واحد. مش غرور على محي قرغوز. مفيش. ده في فرقه كانت بتتعبكم. والله مفيش. يعني كنتوا بتلعبوا لوحدكم؟ بس لا في يعني بس كده. فرقه التوفن كان جامد. يعني كابتن محي كان كل سنه يخترع لعبه. يعني اللعبه على دماغك تجي يعملها لك ترجع ورا. يمسك كرة ويعملها كده يجيبها بكعبه وتنزل قدام. دي موهبه. محدش يعملها لحد دلوقتي. الحمد لله رب العالمين. مصر ولاده دايما يا كابتن محي. دايما خير كتير. هتتفرج على ادم ده. والله العظيم ثلاثه هتتفرج على ادم ده في النادي الاهلي هتقول ان حفيد محي لعيب كوره كويس. نروح للصوره اللي بعدها. الله يرحمه عم محروس. كابتن محروس. كابتن علي ميه. ده اللي عمل دوره عبد الله فرغالي. ده صورته بقى. عم الكره الشرف في مصر طبعا. الكابتن محروس الله يرحمه. الاب الروحي بتاع كل لعيبه الكره الشرف. والله قال لي كلمه يا كابتن. قال لي بكره هموت والكره في القلعه هتموت. فعلا. مش في القلعه بس، في مصر. في مصر كلها. مش في القلعه هتموت والكره الشرف. هو ما كانش لعيب صح؟ لا بس كان بينظم يعمل الدورات. مين في الصوره هنا نعرفه يا كابتن محي؟ ده كابتن جودة. كابتن علي ميه. عصام. كابتن علي ميه. الشنب. بشنب. انا عامل شنب ودوجلاس كده. دي بقى فالواحد الصوره دي واحنا في لسه عزنا يعني. من الصعب كان حد يطلع. لسه في عزك يا كابتن علي. الله لا الحمد لله. اكبر نفسك. لسه صغير. لا بس وده كان من اللعيبه العاليه قوي برضه. مين؟ كابتن جلال. جلال مسلحي. من اللعيبه العاليه قوي 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 بامانه الله يعني. وده بس رحمه الله عليه. ايه اربعه وجون؟ تلعبوا اربعه وجون. اربعه وجون. اربعه لازم يبقوا حريفه. ما حدش يقف. صعب اللي حده اللي يقف خلاص. الملعب كان اسفلت. الملعب كان اسفلت. اسفلت. لعب الاسفلت تبقى وحشه قوي. كان بيجيب العرض تحطها. بيجيب العرض تحطها وتلعب عليها. انا بقول لسيادتك لو الخماسي ده طلع ايامنا ناخد بطوله الدنيا. لا ناخد بطوله العالم. بطوله العالم ناخدها. ما فيش حد يعني. الحمد لله. الحمد لله. نروح اللي بعده. دي مين يا كابتن محي؟ ده مصطفى ابو سريع. ايوه. وعوكل وعصام حسني ومصطفى. ده كانت مناسبه يعني لما كنا خدنا البطوله يعني في الصواريخ. صوره جماعيه يعني مع البطوله. نغير اللي بعده. ده كابتن محروس. كابتن خميس. والشيخ خميس. ومرزوق ونبيل غريب. وانا دي عمالقه الكوره دول. وسيد سكر. دي فرقتك يا كابتن محروس. ده الجيل اللي بعدكم ولا نفس ال لا ده الجيل بقى اللي بعد الكابتن محي. اللي بعد الكابتن محي. ايوه. ماشي. قلبوا لنا الصور يا شباب. وده لا كابتن محي. كابتن الاسمر سمير الله يرحمه كان برضه بيلعب معانا. رحمه الله عليه. كل دول مشاهير كره شراب. كل دول مشاهير. كلهم تبع الاتحاد الاعلى. الخطيب مثل الاعلى وجعفر والعشري افضل مدربين. تجسيد عادل امام لشخصيتي فيلم الحريف وسام على صدري. ده حوار اتعمل معاك في الاهلي. في الاهلي. في الاهلي اليوم. ايوه. حتى صوره ليك مع كابتن خطيب هنا دي. كنت انا في السعوديه انا وهو في السعوديه. وصوره مع كابتن مصطفى عبده. رفضت اللعب للاهلي والزمالك بسبب تدنى مرتبات. الكلام ده كان زمان. والله. يعني انت كنت بتكسب في الكره الشراب اكتر ما كنت بتكسب في. انا كنت كل يوم بكسب 15 20 جنيه كل يوم. النادي الاهلي لما رحت اختبرت ومش عارف ايه ورضا عبد الحميد قبلني وقال لي هات ورقك وحاجتك. فبسال صفت عبد الحليم بقول له المرتب قد ايه؟ قال لي 20 جنيه. فبفتكرها في اليوم ففرحت. فأنا خارج قال لي يا عم خلاص كده خلصنا 20 جنيه كل شهر. كنت رايح العب في اسكندريه. رحت لعبت في اسكندريه خدت 50 جنيه. وطبعا قلت كوره كبيره ايه. بس لو اعرف ان هتبقى كده لا طبعا كنت لعبت ب 5 جنيه.